لا تتوقف الإشاعات اللي تطال النجوم وتصل إلى حد اختلاق أخبار عن موتهم، ومواقع التواصل الاجتماعي تساهم في تأجيجها وفي سرعة انتشارها. يعني من المؤسف أنها أحيانا تصل لعائلة هذا النجم قبل أن يعلم هو بها، ويعني لكم أن تتخيلوا الحال والضرر النفسي اللي تحدثه مثل هكذا إشاعة. أحد أبرز الفنانين اللي تعرض للكثير من هذا النوع من الإشاعات الفنان القدير اللي ما يختلف على حبه إثنان بهجة الجبوري، هو ضيفنا اليوم عبر السكايب من أمريكا. أهلا وسهلا بفناننا العزيز والغالي بهجة الجبوري، نورت ظهيرتنا. أشكرك أستاذ رقية، شكرا جزيلا. إذا أنت بخير إحنا بخير أستاذ. لا والحمد لله أنا بخير بخير بخير. الحمد لله يا ربي. مش بعينه مع الإشاعات. أي قول هذا الكلام برد قلوبنا. يعني قبل يومين ايضا طالت الفنان الكبير ياس خضر نفس الحاله. يعني احنا اليوم اتمنى اللي قاعدين خلف الكيبورد ويكتبون في سبيل، يعني ما اعرف شنو اللي ببالهم، بس اكيد هو شر، يعني نوع من انواع الشرور اللي يحدث هذا الاذى والحزن عند الشخص نفسه، النجم نفسه، وعند عائلته وعند جمهوره. فشلون تتلقى مثل هكذا اشاعات لكثرتها؟ شلون بديت تتعامل وياها وتتخطاها استاذ؟ شتوقعي يعني اعتاديت على هاي الاشاعات. انت عرفي عنواني بالسنه مرتين يمكن يموتوني، ومره ثالثه يودوني للمستشفى. يعني بهالشكل. وهاي من ذاك اليوم لهذا اليوم، يمكن من 2007 2008 و10 وكذا، هاي كل يوميه تندق الباب علي يقول الاستاذ مصر مثلا، يقول الاستاذ هاي صورتك؟ اقول له اي انا. قال انت ميت وعدل؟ اقول له مالي قدامك. هذول انا خطيه المصريين. فقلت له شنو؟ قال اشاعه عليك انت متوفي. يعني هسه انا هماتي اهم نايم بامانه الله ومرتاح واشتغلت عليه التليفونات منها ومنها. الولد من بعيد، البنات على قولتك العائله والولد والبنات سمعوا بالخبر قبل ما انا اسمع. طب انت بنو يبلغك؟ العائله تبلغك لو انت تسمع بالخبر وتبادر انت تطمن عائلتك؟ لا انا اول مره سمعت بنتي زباله، هي طبيبه الاسنان اصغر شيء عندي. نعم. هي اللي مواكبه هاي الاحداث وسمعت على الفيسبوك اكو خبر، راسا خابرت على اخوتها كل واحد مقامه وخابرت لي، قالت بابا دير بالك ترى اكو هيك اشاعه. يعني انا اضحك طبعا. شنو تفسرها؟ يعني ليش دائما النجوم العراقيين خاصة، يعني كل شهر نسمع اثنين ثلاثة توفوا ويضطر انه هو، يعني كأنه كل المناشدات كل ما نكتبه احترموا مشاعر الآخرين، تأكدوا من صحة الخبر قبل نشره. شو تفسرها أستاذ بهجت؟ ما اقدر اقول اكثر من مرض لهم معاه. مرض ولا شنو يعني؟ انا منافس احد، متدي على احد، محصل فد شغله كبيره، او مثلا يعني ما اعرف شنو هو بالضبط. لو ايش بس هو مرض الله ما اعرف. يعني هو ناس استعملت هاي التكنولوجيا الحديثه الفيسبوك وغيرها، استعملتها بالشر مو بالخير للناس. صحيح صحيح. لا واني اعتب ايضا على المتابعين اللي يتابعون هكذا حسابات وصفحات، اذا هي تنشر اخبار كاذبه كيف ممكن تثقون بها؟ يعني كيف ممكن انتم تتابعوها وتقولون هذا خطا وصار؟ يعني خاصه فيما يتعلق بهذا الموضوع تحديدا. شوفي هذا السؤال انا سالته بعض الاخوان من جماعتي، داشر ما بقول له ايش هاي الحاله تصير، يقول لي دول يدورون لايكات، هاي تصرف الفلوس المبالغ اللي حصلوها باللايكات بالمدري ايش. نعم نعم كل ما تعرف اي موتون اي موتون هذا يدخلون دارك المستشفى وهكذا. يعني اي في سبيل انه هي اصبحت مهنه تعلى الحسابات حتى تجيب اعلانات وحتى يحصل على
ايه بس مو بهذا الشكل، يعني مو بهذا، مهما يكون مو بهذا الشكل. طيب رح نطلع من هذه الجزئية ونريد نشوف أنا يعني وضعك بالحجر. أنا بلغني إنه صار لك فترة أشهر ما شايف أولادك. صح. أنا بميشيغان، ولدي وبناتي خارج، يعني خارج أمريكا. نعم. ومن صار هذا الحظر قعدت بالبيت أنا وزوجتي وقفلنا البيبان وبدأت ندى بنتي صغيرة تجي من بيتها إن المسواق، الأدوية، العلاجات المعروفة هي التابعة لها. أما طالعة خارج البيت لا، عم يصير صار 4 أشهر، بحيث حتى عيد الميلاد ما تتفاجأ. صار لكم 4 أشهر؟ صار لك 4 أشهر أبد ما طالع من البيت؟ لا، انفتحت الباب فد يوم ندق الجرس وابدا افتح الباب الخشب ولا جام، واذا موسيقى وكاميرا وما اعرف ايش. انا بنتي ابلا شنو في عيد الميلاد مالتك؟ هذا اغرب هذا اغرب عيد ميلاد بحياتك. طبعا طبعا عن بعد. خلينا نشوف الفيديو شلون هذه الاجواء شلون عشتها ويا اولادك وفي زمن الكورونا. اي طيب حضرتك في ميشيغان؟ بعدك في ميشيغان؟ لا، زلت في ميشيغان صار لي اكثر من 6 سنوات. نعم. اذا على الشاشه الان الصور، الكيكه الحمراء والقلوب الحمراء. ايه تفاجئت بها، هي اللعينه هذه ندى، كل مره تفاجئني بعيد الميلاد، لو قاعد بمطعم، لو قاعد بالمسرح، لو اشوف مسرحيه، لو كذا تجي جايبه الكيكه وجايبه الكاميرات والاثنين مثل الكلام. بحيث انا ناسي يتذكرني. يعني رغم كل الظروف هي لازم تحتفل بيك. وهذا احلى. يعني لا يوقفها كورونا ولا يوقفها اي شيء. ابد ابد نهائيا. انا على رفض ما احتاج اشوف مسرحيه. إذا هكذا كانت أجواء الاحتفال بعيد ميلاد الأستاذ القدير، بهجة الجمهور. مثل ما قلنا إنه واحد الكورونا خلتنا نجد البدائل لكل شيء، والفرح لازم يكون قائم يعني، صح لو لا أستاذ؟ إي لا صح لازم. طيب شنو؟ طيب هذا أي يوم يصادف عيد ميلادك؟ 6/4. 6/4. شنو كانت امنيتك لهذه السنه؟ والله هي امنية العراقيين بشكل عام. هذه الغمة اللي موجودة، التنجيل المتاح انه خلاص تعيد الامور الى مجاريها الطبيعية. وهذا الفيروس يا ربي هذا امنية كل العالم. الفيروس نخلص من عنده تحدي الامور بسلام والحمد لله. طيب انت صار لك حضرتك صار لك 4 أشهر بالحظر المنزلي انت وزوجتك بعيد عن اولادك، شلون استثمرت استاذ؟ شلون استثمرت كل هذا الوقت الطويل؟ يعني الوقت يمشي ببطء ام يمشي لا بشكل عادي ام شلون؟ احنا نقرب عندنا الوقت، يعني بالنهار تقريبا نايمين وبالليل قاعدين نسمع اخبار العراق وما يمر بالعراق والمشاكل. نعم. والكورونا بالعالم كله، يعني هاي الاخبار اللي تهزنا، بس نتجاوزها بعض الاحيان نقول ها هي الله سبحانه وتعالى رايد هالشكل وما عندنا قدرة على التغيير. ونقعد نباوع التلفزيون، نباوع الانترنت، نشوف شكو من الاخبار والحمد لله. شنو اكثر شيء احزنك هاي الفترة وانت تتابع الاخبار وشيء افرحك؟ هي الافراح قليلة، يعني ما
على الزوج، بس آخر من السماء صار لنا 3 4 أيام وفاة الأسطورة أحمد راوي الله يسكنه جنان فردوس إن شاء الله الصبر والسلوان. ملتقي قبل أستاذ بهجت؟ ملتقي يعني شخصيا؟ هو شخصيا هيك خطف يعني مو أكثر من سلام يعني حديث بسيط، وأنا بالنسبة للرياضة قليل المتابعة. نعم. إيه بس أشوفه من أشوفه مثلا شفته بالأردن، شفت قسم بمصر. لا كان عراقي ويشوف عراقي، وخاصة إذا نجم بالرياضة أو نجم بالفن. نعم. بيكون اللقاء أكثر. نعم. اي يعني هو شخصيه معروفه بانجازاته، فاكيد حتى لو ما تتابع رياضه لكن في بطولات وفي انجازات كبيره تتحدث عنها، فاكيد انت تعرف بها. طيب وشنو يعني اسفه بس الصوت يعني ما دا يجيني بشكل واضح. اخذ من عندي يعني اهتمامي الى الله يرحمه من الهدف اللي بين العراق وإيران اللي حققه هو، انتبهت لهذا الرجل إلى آخر المباريات اللي حضرها هو وساهم بها، أتابعه وأتابع نشاطه أسطورة. نعم. يعني هاي الأسطورة قليلة الحق. الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. ومن الأشياء اللي أعطتك إيجابية وأمل وفرح شنو؟ باعتبارك انت تتابع على طول يعني طول فترك وجودك خارج العراق، كانه انت العراق ما غادرك يعني لا شك في هذا، فتتابع على كل وتطلع على كل شيء. احس انه اكو تغيير الان في الوقت الحاضر بالنسبه للدراما العراقيه. نعم. يعني اهتمام رجع الاهتمام السابق الدراما العراقية من قبل القنوات، يعني كان يكون الشرقية مشكورة، السومرية أيضا، يعني بعض القنوات ما أعرف بالضبط، أكو إنتاجات حلوة تبشر بخير، إن شاء الله نرجع لما كنا عليه وتتطور إن شاء الله. يعني لا توصلني أخبار، يعني للأسف الآن وصلني خبر محزن، يعني تنعى نقابة الفنانين العراقيين رحيل فنان مناف طالب اللي وافته المنية في تمام الساعة 4 من عصر هذا اليوم. تعازينا الأهل والمحبي، ويعني إحنا نأسف لنقل هذه الأخبار لكن هذا الواقع الحال اللي للأسف بنفقد يومية أحبة ونجوم كل في مجاله. مع الأسف الشديد. الله يرحمه. الله يرحمه. أستاذ بهجت، في لقاءات سابقة تحدثت فيها الشرقية عن مجموعة مشاريع في الغربة، نفذ منها شيء؟ مشاريع فنية يعني. نعم. مشاريع من جيت إلى أمريكا بعد ما طلعت طبعا من مصر جت إجازة. نعم. كان في ذهني اكو كوادر موجوده فنانين بين ممثلين بين مخرجين بين كتاب. النقص اللي موجود هو الاساسي الدعم المادي. نعم. انتاج. الانتاج. نعم. حاولت انه التقي بكثير من الناس اللي هم اصحاب امكانيه عاليه لغرض دعم العمل الدرامي كتلفزيون او مسرح او كذا، التقي بهم مع الاسف، يعني حسيت اكو كوادر قديمه. قطع سبيل المعروف، يعني اكو مساله عدم ثقه بالفنانين ايام زمان اللي اجوا
هي في أربع كواكب جديدة، خلينا نبدأ نشتغل على. إذا أنت تفكر بالجانب المادي يمكن تستبعد أكثر ويمكن كذا، قال لا أنا مجهول. بس فحسيت أكو أزمة ثقة بين الكوادر المتمكنة والكوادر الفنية، ما لزت فضلينا. أنا ضليت صار لي 6 سنوات أكثر من 6 سنوات في أمريكا. نعم. ما حصل أي مجهود. يعني 6 سنوات وقت طويل لحسم كثير من الاشياء، يعني ممكن واحد يتجاوز كثير من الاستعانه بخبرتك في الحياه وفي الحياه المهنيه، ممكن يعني واحد يتجاوزها اذا كان الهدف هو صنع دراما عراقيه يعني على اكمل وجه. طب ما تم استدعائك يعني في هذه الفتره من يعني بالعراق؟ ستوقعي اكو عروض عندي كل شيء وايد، اذا مصر من المصريين، واذا في داخل مصر ايضا من العراقيين او من العراق، بس الورق موضوع ما احس به، يعني احنا مو كل شيء مستغرب، فما احس هذا الورق بخدمه لبلدنا او للكادر الممثلين او للكادر الناس يعني الجانب الفني ابدا. يعني حضرتك ما تريد ترجع حتى يقولون انه هو موجود، لا، الا ترجع وفق ما تراه مناسب لتاريخ الفنان. أي. بهجة الجمهور يعني لازم والا نشتغل اي شيء. طبعا طبعا، وتنورنا باللقاءات والناس تطمن عليك وتشوفك و تستمتع بكلامك، يعني انت عزيز على قلوب العراقيين. يعزز. اي، وانا قلت بالبدايه يعني ما يختلف اثنان على محبه الفنان بهجه الجبوري. طب انت في بالك في هذه الان 4 اشهر يجي ببالك كتابه اشياء، ما فكرت انه تكتب سيرتك؟ لا، ستوفي سيرتي موجودة على الفيسبوك بما فيها هاي الإشاعات، سيرة حياتي والأعمال وكذا. أنا أتفاجئ أكو أعمال دورات أطلعها على اليوتيوب، أقول أنا مشتغل هذا العمل أو أنا قريت هذا الحوار أو كذا، هذه كلها موجودة على اليوتيوب، حتى ما تحتاج أتعب نفسي وأجي أكتب. أنا أنتظر مساهماتي مع اعمال جديده فعلا بها خدمه للناس، بها جرس انذار للناس. طبعا انا كنت يعني اتصور انه اكيد في حياتك، يعني انت متواجد بالفن 50 سنة، صح؟ 50 سنة؟ صح. يعني على اكيد مرت بحياتك كثير من الاشياء، كثير من المواقف اللي الناس ما تعرف بها خلف الكواليس، او ما تعرف طبيعه هذا العمل شلون انولد وظهر للنور. ف ما خطرت ببالك هذا الشيء انه انت يعني يكون هذه السيره حاضره للناس موجوده؟ لا، انا اللي في ذهني وصار لي اكثر من يمكن 20 سنه نعم افكر في موضوع هو ما بين الحرب والسلام وضحايا الحروب، افكر بالاطفال دول اللي المشردين. يعني اذا اكو، وكنت اتابع طبعا او اتصل بكثير من المؤلفين والشعراء وقرا حتى نبني مسلسل او شهره تلفزيونيه فد ساعتين او 3 ساعات، هي عمليه جمع الاطفال ونوصلهم الى ظل الامان بعيدا عن الحروب. نعم. واكيد بالمشاهد الاخيره نوصل الى حد انه هذا السلاح ينترك من قبل العسكريين او اصحاب السلاح. نعم. وينتمون الى هذا الخط، هو بناء السلام ضد الحروب. يعني هذه
طموح صار لي اكثر من 20 سنه افكر فيه، وما تصنع كيفون المؤلفين كيفون المنتجين كيفون كذا، بس بالتنفيذ مع الاسف ما قدرت احقق. نعم، في اكثر من لقاء ذكرت هذه، يبدو انه هذا هو امنيتك الان، انه انت امنيتي بحياتي ان ينجز هكذا عمل وفعلا يكون مؤثر. نعم. يوصل حد انه اصحاب السلاح يتركون سلاحهم وينتمون الى بلدهم الى شعبهم الى ناسهم الى اطفالهم الى 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 ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله فكرتك وحلمك يعني تصل، وهناك من يستجيب، يعني نأمل هذا، نأمل. الشاشة مفتقدتك أستاذ بهجت، يعني من أشوف لقاءاتك وأشوف كمية التعليقات وشون تعلق الناس بيك وبكل أعمالك، شيء بالفعل يسعد أنه إحنا اليوم عندنا قامات فنية وقامات في كل مجال الناس بعدها متمسكة بيها رغم هذا الزمن اللي مر، رغم كل الظروف، فالناس تتمسك بالأشياء الإيجابية، بالأشياء اللي الحلوة بحياتها. فأنت تمثل الشيء الكثير لذاكرة المشاهد العراقي، ويطمح أنه كل ما تتفضل به أنه يتحقق. ماكو شيء صعب، أكيد ماكو شيء صعب، بس إحنا نتمنى أن أصحاب رؤوس الأموال يوقفون ميانهم لدعم الدراما العراقية. والآن شو أقول، عندي الخطوة الأولى عودتها لما كانت عليه من مستوى، وبعدين نتقدم بخطوات مستمرة لغاية أن نوصل لمستوى أعمال المنطقة العربية وهكذا. يعني طب هذول رؤوس الأموال أكيد هم لازم الكادر اللي يعمل بفلوسهم لازم ناس ثقة وناس يحترمون نفسهم يحترمون عملهم طبعا وهكذا. يعني هاي نحاول جهد الإمكان على وصول الثقة بين الطرفين. نعم أكيد. طيب، غير متابعة الأخبار والعراق وكل شيء يتعلق به، تسمع أغنيات؟ أنا شفتك عجبتك أغنية كاظم نجسة، انتبهت عليه قبل ما تطلع على الهواء. إيه، هذا رجل عملاق، كل ما يقدم رائع رائع رائع، يعني حيل فلت زمان الشيء ده أقول عليه. المن تسمع وصل حد يعني ذاك اليوم أو لليوم أسمع الأغنية اللي بعد مجموعة الأطفال اللي قدمهم للعراق للعراقيين، هذه حتى حاطها بالسيارة حاطها بالبيت وين ما كان أطلعها. أغنية تذكر لو غير أغنية تقصد؟ هاي تذكر واحد أغنية من الأطفال اللي ذا فويس. أي نسيتها، على بقى يعني اعرف الكلمات بس ما اعرف الاسم، يمكن مالي خلق. اي مالي خلق، مالي خلق. اي صحيح. بعد غير كاظم شنو اللي تسمعه؟ تسمع مقام عراقي؟ تسمع اغنيات حديثه؟ اكيد المقام العراقي اسمع على طول، اسمع ام كلثوم، اسمع يعني حسين نعمه، تحياتي لكل المطربين العراقيين. طيب، لو كان في الامكان انه جاك نص انه تجسد شخصية مطرب عراقي، تقبل الاقتراح؟ ومن هذه الشخصية؟ لا، هي شوف يعني مسمعاتي احسها على طول من بداياتي انه في اعمال بها جرس انذار، يعني هذه اللي تفضلت بها الشخصية اذا مؤثرة نعم وتترك اثر تخدم به الناس، لا اشتغل وتتراهم وياي اذا كمطرب او بيرجي او اي شخصيه اخرى، لا اشتغل بالعكس اتمنى. انا اسفه بس الصوت دا يصلني، يعني بالكاد دا التقط كلمات الاستاذ واسمعها، اسفه جدا. طيب، جيلكم
مر بكثير أشياء، يعني هو شاهد على تاريخ العراق سلسلة من الحروب، تغيرات اجتماعية، تغيرات سياسية، اقتصادية، حد ما وصلنا اللي وصلنا له. لو أقول لك إيش تختار عنوان لهذه المرحلة اللي مر بها العراقيين، مر بها أجيال أكثر من جيل؟ عواصف. 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 عواصف دمرت البلد. يعني بها الركود اللي تفس بها المواطن العراقي، الراحة في الساعات وكذا، وبها ما هو مدمر، وخاصة هذه الفترة ما بعد الاحتلال اليأس. يعني هذه، واكو أزمنة خير، وكنا نتمنى انه تتطور وتصير المجتمع هو طيب، ونوصل الى ما هو موجود بالمنطقة العربية على الاقل، انشكمت انتهت جاب الاحتلال انتهت. طيب أين تجد الأمل؟ في من تجد الأمل؟ أنا أجد الأمل في كل النفوس الخيرة. يعني إحنا اليوم الشباب اللي طلعوا صاروا أكثر من 4 أشهر أثاروا حالة وأثاروا كل العراقيين أن يكونوا وياهم، لكن أكو مقابضة ثمن ضد هذا النفس أو ضد هاي أو مصلحته تنتهي فيما إذا فعلا هاي هذول الشباب وصلوا إلى بر الأمان. نعم. فالقساوة كانت كلش واضحة. إلى حد مسألة كورونا استغلت الآن. نعم. ضد كثير من الشباب. نعم. أستاذ بهجت، جزيل الشكر اليوم لوجودك، واسف اذا تاخرنا عليك شويه وقعدناك الصبح. هسه ساعه بيش يومكم؟ لا هسه ساعه بيش يومكم؟ اتصور الصبح هسه الساعه ساعه اي اعرف فرق التوقيت كبير بالعشرة الى ربع هسه تمام احنا صبح. قبل ساعتين اسعدنا اليوم وجودك، ونتمنى انه كافي اشاعات وتركوا الناس بحالها تعيش براحه، يعني يكفي انه هو متغرب، ويكفي انه هو اشتياق للعراق والبغداد في كل لحظه، ويكفي انه هو بس سيره العراق تجي دموعه يعني تتسابق على باب عينه واقفه. ف يعني اليوم كل شيء وضح، واتمنى لك السلامه لك ولعائلتك، وان شاء الله جائحه كورونا تخلص وترجع تلتم باحبابك ويحتفلون بعيد ميلادك ان شاء الله. يعني احنا خلصانين، لا نكون خلصانين يعني السنه الجايه ان شاء الله. ان شاء الله. انا اشكر الست الخير. بالعكس انا فرحانه. تحياتي. البرنامج كان رائع جميل. الله يخليك. وتحياتي وشكر جزيل للقناه وكادرها الحلو اللطيف المتواصل مع كل الفنانين والرياضيين وكل شرائح المجتمع. وتحياتي وشكري الى الاستاذ الكبير القمه في كل ما هو جميل بالشرقيه، والاستاذ سعد البزاز ابو الطيب. ان شاء الله استاذ بهجت تخلص كورونا، وان شاء الله نلتقيك تجينا ونحتفي بك. جزيل الشكر لك، اسعدتني اليوم بوجودك في ظهيرتنا. شكرا جزيلا. يسلمك. ثاني اشكرك. في امان الله. مع السلامه.